الافتراضات لا تبني شركات. يعني انت عندك فكره، مفروض ان الفكره دي هتخدم فئه كبيره من المجتمع، هتخدم صناعه ما. طلع شيء اقدر اجربه، احكم على الفكره بتاعتك دي هي هتنفعني، هتوفر لي من الوقت المهدر والفلوس ولا لا. وانس ان انت طلعت الحاجه دي تمام، خد مني فلوس. يعني وانس ان انت طلعت الحاجه دي وانا قلت لك هي كويسه، هي تنفع، هي بتوفر لي وقت وفلوس، قول لي تمام اديني عربون، تمام هنتعاقد مع بعض وهبتدي انتج المنتج دوت او الصناعه اللي هتساعدك دي ونبتدي نتعامل. تمام. فاهم حاجه ان العميل بتاعك هو اللي يمول حاجه دي، بس انت بيبقى مطلوب منك جزء في الاول. النقطه بتاعت القروض والتمويل في الشركات الناشئه، لا احنا بنختلف ما بين ده وده. يعني مثلا المشروعات التقليديه هي بتلجأ للقروض، بتلجأ للسلف، بتلجأ لحاجات زي كده، لكن الامر في رياده الاعمال بيختلف شويه. حتى المستثمرين هنا والمستثمرين هنا بيختلفوا. بمعنى يعني الشركات الناشئه على مدار عمرها او الستارت اب لايف سايكل، يعني او رحله حياه الشركه الناشئه، بتمر بكذا مرحله من التمويل. اول حاجه بيسموها بوت ستراب او التمويل الذاتي. التمويل الذاتي اللي هو ايه؟ التحويشه بتاعتي، فلوسي. بالظبط كده، زي ما حضرتك قلت، اللي هي الفلوس اللي تساعدك تطلع بالشيء المادي الملموس ده اللي هتنزل تختبر بيه العميل. ومن ثم بيبقى بقى المسابقات او المنح. انا عندي فكره كويسه، الفكره دي هتخدم اللاجئين في مصر، فاكاديميه البحث العلمي مشكوره بتعمل مسابقات كتيره جدا للشباب وطلبه الجامعه، خد الفكره بتاعتك دي اعمل لها دراسه محترمه وانزل قدم بيها في المسابقه. عجبتهم بيدي لك فند. بيدي لك فند، واحيانا بيبقى فند غير مسترد او غير مقابل بنسبه، بيديني مبلغ من المال غير مسترد. بالظبط. تمام. طب انا عايز اسالك برضو على فكره، في ناس بيبقى عندها الامكانيات او المؤهلات ان هي فعلا تشتغل في مشروع وتقدر تقعد في المشروع وتبذل فيه مجهود كبير جدا، لكن بتبقى خايفه من الخساره. تمام. الخوف من الخساره او الخوف ان انا ادفع فلوس وفي الاخر ما لمهاش. بص يعني هي الخساره كده كده ده امر محتمل مفروغ منه. يعني مفيش حاجه اسمها 100% هكسب. لا مفيش حاجه اسمها كده. او اي حد يقول لي لا ده حاجه مضمونه 100% يبقى هو بيضحك عليا. اكيد 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 يعني. تمام. ده بل بالعكس كمان، الامر في الشركات الناشئه او في الستارت ابس هو ليفل المخاطره فيها بيبقى اعلى كتير من المشروعات التقليديه. تمام. يعني انت في المشروعات التقليديه بتبقى على اغلب صناعات انت عارفها، واحد بيفتح مطعم فالناس كلها فاتحه مطعم.